السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معانا النهاردة عروسة، تمام. شغل البنات بقى، الناس اللي بتحب البنات اللي بتحب العرايس مش عارف بيحبوها ليه يعني. المهم دي حاجة لا غنى عنها في أي بيت في طفلة صغيرة، تمام. لازم نجيب لها طفلة زيها بس على أصغر شوية عشان إيه، تلعب معاها، تسرح لها شعرها، تمام، تطلع عينيها، ترحم عليها، أي حاجة. المهم يعني إيه، اللي عنده بنت بيجيب لها دي، تمام، عشان يرتاح من صداعها. اللعبة دي متوفرة من خلالنا، اللي محتاجها يقدر يتواصل معانا على فيسبوك، على تعليقات اليوتيوب، تمام، على رقم الواتساب. هنفتحها مع بعض ونشوف العلبة فيها إيه غير اللي ظهر من بره ده، عروسة وفرشة والحاجة بتاعتها والجهاز بتاعها، تمام، والمطبخ بتاعها وراها، يعني عروسة وجاهزة كمان. وألف ألف مبروك. نفتح العلبة ونقول بسم الله، نخرجها. ده كل محتوى العلبة، معاها السشوار بتاعها، تمام، ده سيشوار، ده كده سيشوار، تمام، خلصتي انا طبعا. دي الفرشة نخلي نخرها، فرشة شعر، تمام، دي ايه ده ايه؟ مش عارف ده ايه؟ مش عارف ده ايه؟ ده منديل ده ولا ايه؟ مش عارف، مش عارف ده ايه بصراحة، اللي هو المربوط ده. دي تقريبا، دي رضعة دي ولا ايه دي؟ تمام، دي حاجة معرفش هي ايه. دي ايه معرفش بقى، برضه بتلعب فيها، بتقعد فيها، بتنام فيها، ايا كان. مكتفينها ليه؟ مكتفينها في العلبة ليه؟ حد يكتف طفل صغير كده؟ معاها كمان معاها نضارة، تمام، ممكن تلبس نضارة، ولا النضارة دي اللي هشتريها، تمام، نضارة كبيرة، تمام، شوف عاملة ازاي، قد ايه يعني، هي يعني النضارة قد وشها ونص، مرة ونص كمان، تمام. دي الحاجة اللي بتيجي معاها، نضارة، و مش عارف دي حفاضة دي ولا وضعها ايه، تمام. سشوار، دي تقريبا الرضعة، تمام، ممكن يحطوا جواها بقى حاجة بقى معرفش، تمام. الناس اللي بتشتري اللعبة دي أول مرة تاخد بالها، الناس اللي بتشتري اللعبة دي أول مرة بتشيل القطعة دي وبتلاقي هنا ورقة، تمام، في ورقة من الناحية دي تتشال، دي بتبقى محطوطة علشان البطارية، تحافظ على البطارية أثناء التخزين، ما البطارية ما تفضاش، الحجارة اللي جوه هنا ما تفضاش، تمام. في حجارة هنا، الحجارة هنا، يبقى في ورقة هنا. اللي بيشتري اللعبة دي أول مرة هيسحب الورقة دي، تمام، ويرجع القطعة دي مكانها، تمام، تمام. هي بتنور أحمر، تضحك، بتنور، بتقول بابا وماما، وبتعيط كمان، مش عارف ليه ما بتقولش أخويا. ايه الصوت ده؟ ايه ده؟ لا ده مش فاهمه ده، تمام؟ ماما وبابا، تتدلع بتقول بابا، دراعها قابل للحركة، تمام؟ وقدامه لورا، عينيها بتفتح وضمت، تمام؟ لما بتتحرك كده بتفتح وضمت، وتغمز كمان، ايديها نفس ايديها بتتحرك زي ما قلنا، رجليها بتتحرك، تمام؟ رجليها قابلة للحركة، متاحة على الصفحة بتاعتنا، تقدروا تطلبوها دلوقتي. اللي عايز يستفسر عن أي شيء، الاستفسارات تحت أمركم، على الواتساب، الرقم يبقى موجود على الفيديو، على الصفحة، لينك الصفحة يبقى مكتوب في الوصف بتاع الفيديو. ودي كانت عروسة النهاردة، لعبة النهاردة، تمام؟ يعني عينها زرقاء، والله حلوة، شكلها حلوة يعني، صغننة كده وشعرها أصفر.
الكلام ده مش موجود في الواقع بصراحة يعني. المهم دي كانت لعبة النهاردة، يا رب تكون عجبتكم. لو الفيديو عجبكم هتدوسوا لايك طبعا، ده بعد اذنكم يعني، انا مش هصور واعمل فيديوهات يعني وانتوا تتفرجوا وتضحكوا، بس تعمل لايك تشترك في القناة. لو في لعبة نفسك نعمل لها فيديو قول لنا اسم اللعبة وهنجيبها ونعمل لها فيديو علشان خاطرك، ملناش غيرك والله العظيم. تمام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.